حبوب الكتان في ألياف خشبية، من ضمن الألياف الخشبية هناك فيتوستروجينات من الليجنان، مكون الليجنان، وفيها الفيتوستيرول ولا الفيتوستيرون 2 يعني بالضبط، يعني هذه الفيتوستيرون 2 هي اللي تسوي الهرمونات عند النساء، والفيتوستيرون 2 هي تسوي كذلك هرمونات أخرى يعني داخل الجسم، هي جيدة للنساء، حبوب الكتان جيدة للنساء. أهميتها على الصحة هي الأهمية القصوى هي أمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 هو يمنع تأكسد الكوليسترول من الحميد إلى الخبيث. هذا مهم. يعني يمنع لأن المصيبة الكبرى هي ما يتأكسد الكوليسترول الحميد، لأن الكوليسترول الحميد يحفظ الجسم. نعم. كوليسترول الحميد يحفظ الجسم من السرطان. ويعني هذه الحبوب هي معروفة، هي الحبوب كلها هذه اللي تكلمت عليها هي معروفة أنها ترفع المناعة في الجسم. لماذا ترفع المناعة في الجسم وتحفظ الجسم من كثير من الخلل؟ ثم حمض الأوميغا 3، إذا اجتمعت الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3 لا يمكن يكون سرطان في الجسم، ولا يمكن يكون أمراض القلب والشرايين، ولا يمكن يكون إمساك على مستوى القولون، ولا يمكن يكون حتى حصى في المرارة وفي الكلية. سيقع جميع المشاكل في الجسم، تقع جميع المشاكل في الجسم، ليس يعني مضاعفات القلب والشرايين إنما كل حتى سرطان. وحبوب الكتان هي أقوى من الحبة السوداء في أهميتها، وهما من نفس يعني هذه اللائحة حبوب زيتية، هذه كلها حبوب تقريبا فيها ما بين 20 إلى 25% من الزيت، وزيت نباتي جيدا في الحبة السوداء، في حبوب الكتان، في السمسم، وفيها كذلك الحبرشاد، يعني هذا الخردل الحبرشاد، هذه كلها حبوب زيتية، هذه كلها فيها نسبة عالية من الزيوت. الفرق ما بين الحبة السوداء وحبوب الكتان أن الحبة السوداء فيها تقريبا حمض الأوميغا 6 تقريبا يعادل حمض الأوميغا 3، والحبوب الكتان ليس فيها حمض الأوميغا 6 أثر شيء قليل، ولكن فيها حمض الأوميغا 3 حمض نسبة عالية. نعم. هذه الحبوب الزيتية هي يجب أن تدخل في التغذية، وهي الحبوب الوحيدة التي يمكن أن نستهلك منها كمية كبيرة، يعني الحبة السوداء لا يمكن أن نتعدى 10 حبات في اليوم، ولكن حبوب الكتان ممكن أن نتناول إلى ما بين 30 إلى 50 جرام في اليوم، ليس هناك أي مشكل. الألياف الخشبية الموجودة في حبوب الكتانية أكثر من الألياف الخشبية في الحبوب الأخرى، ثم فيها حمضيات يعني هذه الزيوت، ثم الزيوت النباتية الموجودة في الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستهلك في مادتها باش نكونوا واضحين. هذا زيت نوار الشمس، وهذا زيت الفستق، وهذا زيت حبوب الكتان، يعني كثرة الزيوت. يجب أن لا تستخرج زيت الكتان من حبوب الكتان، يجب أن تستهلك الحبوب كاملة لنكون واضحين. حبوب الكتان تستعمل كاملة، ولا نتكلم عن زيت حبوب الكتان. وسبحان الله جميع الزيوت التي تستخرج من هذه الحبوب تتأكسد بسرعة، حتى أنك لا تقبل على شم رائحتها، يعني لأن قوية. الله سبحانه وتعالى خلقها لتؤكل في الحب، ولذلك القرآن لا يتكلم عن الزيوت إلا زيت واحدة، لا يتكلم، لا يعترف بالزيوت الأخرى، يعترف بزيت واحدة هي زيت الزيتون. أما زيت الكتان وزيت الحبة السوداء وزيت الحبرشاد وزيت الحلباء هذه يجب أن لا تستهلك، يجب أن نستهلك الحبوب. لماذا؟ لأن حبوب الكتان فيها ألياف خشبية يجب أن تستهلك طازجة. هناك أسئلة كثيرة ترد علي، هل يمكن أن يعني نحمصها ولا نعم نحرقها ولا شيء؟ يعني هذا ما هو الآن موجود داخل المجتمع المغربي، نعم يعني تحمص، يجب أن تستهلك طازجة يعني كما هي، يعني إما تطحن وتضاف إلى الحساء أو إلى الخبز أو إلى الشربة أو إلى شيء، إما أن تستهلك مباشرة، هي مذاقها حلو جيدة، يعني مذاقها جيد. جميع الزيوت التي صنع الإنسان فيها ترانس، جميع الزيوت التي خلق الله في النبات هي سيس، يعني لا تسبب سرطان، ترانس تسبب سرطان، هذا معروف يعني يعني الآن معروف. حبوب الكتان في ألياف خشبية، من ضمن الألياف الخشبية هناك فيتوستروجينات من الليجنان، مكون الليجنان، وفيها الفيتوستيرول ولا الفيتوستيرون 2 يعني بالضبط، يعني هذه الفيتوستيرون 2 هي اللي تسوي الهرمونات عند النساء، والفيتوستيرون 2 هي تسوي كذلك هرمونات أخرى يعني داخل الجسم، هي جيدة للنساء، حبوب الكتان جيدة للنساء. فيها الفيتوستيرون وفيها حمض الألفا لينوليك. لماذا؟ لأن الجاما لينوليك هو حمض الأوميغا 3 لا يوجد في الطبيعة، من قال أن حمض الأوميغا 3 يوجد في الطبيعة فقد كذب. حمض الأوميغا 3 يوجد في الجسم ولا يوجد في الطبيعة، إلا أن بعض الأشخاص عندهم هذا الأنزيم مكبوح أو قليل أو لا يوجد، هم المصابين بالسكري، والذين يكثرون من اللحوم، والذين يشربون كحول،
هذا الثلاثة عندهم الأنزيم مكبوح ولا يعمل جيد، ولذلك يجب أن يستهلكوا كمية كبيرة من حبوب الكتان أو من مصادر حمض الأوميغا 3، بمعنى أن الأشخاص الذين يكثرون من اللحوم حتى ولو أكل 200 جرام من 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 الحبوب الكتان لا يستفيد منها، إذا توقف عن اللحوم يستفيد حتى من الأدوية. هذه لأن اللحوم تحبس الأدوية. هذا جيد. الانترفيرنس هذه فالألياف الخشبية والزيوت هذه الغنية بحمض الأوميغا، يعني مش ثلاثة، يعني الألفا لينوليك اللي يعطيه حمض الأوميغا ثلاثة. بريكيرسر هذا، ثم فيها الفيتوستروجينات. يعني هذه الأشياء، ثم فيها بعض الأثر من الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والمنغنيز والمغنيزيوم، فيها هذه الأملاح المعدنية هذه يعني بقلة. ويعني هذه الحبوب هي معروفة، هي الحبوب كلها هذه اللي تكلمت عليها هي معروفة أنها ترفع المناعة في الجسم. لماذا ترفع المناعة في الجسم وتحفظ الجسم من كثير من الخلل؟ لأن العاملان اللي كاينين هما عاملان اثنين، هما الألياف الخشبية، والألياف الخشبية الألياف الغذائية فيها الفيتوستروجينات، ثم حمض الأوميغا 3. إذا اجتمعت الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3 لا يمكن يكون سرطان في الجسم، ولا يمكن يكون أمراض القلب والشرايين، ولا يمكن يكون إمساك على مستوى القولون، ولا يمكن يكون حتى حصى في المرارة وفي الكلية. لماذا؟ لأن كل الحوادث داخل الجسم هي تسوى، وحمض الأوميغا 3 هو سبحان الله هو رحمة الله التي خلق في هذه الأشياء. هذا الحمض الأوميغا 3. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الحب فهو تعبير شمولي والقرآن عام، فيعني أن كل الحب يجب أن يستهلك. فهذه أن هناك أشخاص سيسمعون هذا الحديث ثم يبدأوا في استهلاك حبوب الكتان، وربما يفرطوا في استهلاك حبوب الكتان، وسيكون لديهم مشكلة على مستوى الغدة الدرقية. أنتم دائما تقولون تساعد في العلاج. نعم، تساعد وتحفظ الجسم يكون أحسن. وأهم من هذا وذاك، وهي يجب أن تدخل النظام الغذائي، تكون داخلة في النظام الغذائي يعني. والحمض الأوميغا 3 يحبس هذه المضاعفات، يعني يحد من مضاعفات السكري على القلب. هذه يعني، ولذلك المصابين بالسكري خصوصا اللي مازال عندهم أعمار شوية يعني صغيرة، يعني باقي شباب يعني من 20 حتى 40 سنة اللي عندهم السكري في هذه الأعمار، يجب أن يكثر من حمض الأوميغا 3 وأن يبتعد من الدسم الحيواني، ثم إن شاء الله يعيش بسلام، ليس هناك أي أي أي, أي مشكلة. أهميتها على الصحة هي الأهمية القصوى هي أمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 هو يمنع تأكسد الكوليسترول من الحميد إلى الخبيث. هذا مهم. يعني يمنع لأن المصيبة الكبرى هي لما يتأكسد الكوليسترول الحميد، لأن الكوليسترول الحميد يحفظ الجسم. نعم. كوليسترول الحميد يحفظ الجسم من السرطان. نعم. فال HDL هذه الهاي دنسيتي ليبوبروتين إذا تأكسدت إلى ال LDL يعني اللو دنسيتي ليبوبروتين ما يكون مشكل. لماذا؟ لأن ال LDL هو اللي يخلي يحبس تأكسد الهوموسيستين. نعم. فلا تخرج هذه الهوموسيستين من الجسم، ثم تحفر أو تخدش أو تجرح الشرايين من الداخل، فتتكون هذه مشكل. نعم. السدادات يعني هذه على شكل صفائح داخل هذه الشرايين، وهي العلين هي المشكل. الارتيروسكليروزيس هذا هو ياتي من الهوموسيستين، وليس والكوليسترول هو الذي يسبب هذه الاشياء. أكيد. هذه ثم اذا كان دسم كثير والشخص لا يتحرك، ثم كان هناك كذلك خلل فيزيولوجي اللي يجعل يعني الكوليسترول لا يتأكسد يعني يمشي من الحميد الخبيث، سيقع جميع المشاكل في الجسم، تقع جميع المشاكل في الجسم، ليس يعني مضاعفات قلب الشرايين انما كل حتى سرطان. هذه فهذا هو القوة اللي قوة الحمض الأوميغا 3، وهي قوة الحبوب الكتان في التغذية. ولذلك إذا تناول الشخص حبوب الكتان بانتظام في تغذيته فسيكون لديه مخزون يعني تركيز عالي من حمض الأوميغا 3، ثم لا تصاب هذه الشرايين، لا يصاب القلب. وفي نفس الوقت بالنسبة للنساء مثلا، اجتماع حمض الأوميغا 3 مع الليجنينات مع الألياف الخشبية، شعير، قمح، نخالة يعني القمح الكامل، أو الشوفان هذا الخرطال، أو حتى هذه الأشياء، هذه الليجنينات أو الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3 يعني يخلي سرطان الثدي من المستحيل يقع.